طريقة للحصول على ملخصات كرة القدم، ملخصات كاملة تقدر تعتمد عليها في الشغل وفي عمل المونتاج. طبعا الملخصات دي يا شباب لازم تعدل عليها، لازم تعدل عليها في المونتاج علشان ما يحصل لكش أي مشكلة على القناة بالنسبة لحقوق الطبع والنشر، أو حتى يحصل لك إنذارات على القناة. فبالتالي يا شباب المواقع اللي تقدر تحصل عليها من ملخصات كويسة، وبقول للمرة التانية